السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الأرقم فارس من قناة ثقافة ومنوعات في حلقة جديدة وموضوع جديد. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن تطبيق رائع يقوم بعملية المسح الضوئي للصور وتحويلها حتى صيغة البي دي اف، خاصة مع أن أغلب المواقع العربية لا تدعم الصور ذات الحجم العالي، وذلك لأن السيرفرات التي تعتمدها المواقع ضعيفة وضعيفة جدا، وإذا سمحت لك برفع الصور ذات الجودة العالية سوف يحدث ثقل كبير في الموقع. لذلك مثلا عندما تقوم بالتسجيل، ومثلا أنا هذه الصورة وأردت أن أقوم برفعها على الموقع، يقول لي أن الموقع يرفض مثل هذه الصور. فلاحظ أصلا الجودة فيها أسوأ من الجودة التي يحولها التطبيق. شاهد معي، هذه هي الخاصة بالتطبيق، والجودة بالطبع هذه أفضل. فقط بكبسة زر وتحصل على الصورة بصيغة البي دي اف بجودة أحسن وبصيغة أقل. فاصل قصير ثم نعود إليكم. قبل أن نبدأ أتمنى من كل قلبي أن تضغط اشتراك في القناة إذا كنت من غير المشتركين، أتمنى أن تدعمنا بالضغط على زر لايك إذا كنت من المشتركين الفعليين للقناة، وتترك لنا تعليق أسفل هذا الفيديو. سوف أترك لك الرابط في تدوينة والتدوينة أسفل هذا الفيديو لتحميل هذا التطبيق من المتجر جوجل بلاي، أو تستطيع تحميل التطبيق مباشرة من الموقع الرسمي للتطبيق. بعد أن تقوم تحميل وتثبيت التطبيق سوف يفتح معك التطبيق بهذا الشكل. بعد تحميل وتثبيت التطبيق أعتقد أن هذه الأمور لا تحتاج إلى شرح، أعتقد أنها أمور بديهية. بعد ذلك تضغط بهذا الشكل وتحاول أن تأخذ صورة، فلاحظ معي كيف الجودة سيئة نوعا ما. أضغط بهذا الشكل، أضغط أختار الصورة. الجميل في الأمر أنك تستطيع أن تحدد الستروك الخاص بالصورة، فبالرغم من أنه يقوم باختياره بشكل دقيق نسبيا أوتوماتيكيا، بعد ذلك تضغط على علامة النايك في الأسفل أو الموافقة. الجميل في الأمر أنك تستطيع أن تختار المود أيضا، أوريجينال، لايتن، ماجيك كولر، أوتو، تستطيع أن تتركها أوتوماتيكيا، تستطيع أن تدير في الصورة، تقوم بعمل روتيت في حال قمت بالتقاط الصورة بالعكس من دون أن تنتبه، تستطيع أيضا أن تركز على أي شيء أو تغير البرايتنس واللايتن. أضغط أوكي بهذا الشكل وتحصل على الصورة جاهزة. التطبيق ما أعجبني فيه صراحة هو أنك تستطيع أن تحفظ الصورة بصيغة البي دي اف، أو تستطيع أن تحفظ الصورة بصيغة الصورة العادية. أيضا الأمر الجميل في هذا التطبيق هو أنك تستطيع أن تشارك الصورة مباشرة على جوجل درايف أو شبكات التواصل الاجتماعي. شاهد معي، الصيغة أو الحجم عفوا صغير وصغير جدا. يمكنك أن تقوم بمشاركة الملف مباشرة على الإيميل، على الجوجل درايف، وهو الأمر الذي يعجبني صراحة، ما يجعلني أستطيع أن أصل إلى الملفات التي أبحث عنها أينما كنت، خاصة التطور الحادث في النت، وتستطيع الوصول إلى كل شيء. ما جعلني أقوم بهذا الدرس هو أن صديق لي فعليا كما يقال بالعامية كرفص، فهو مسافر ولم يجد مكتبة قريبة منه من أجل
عمل سكان للملفات والعديد من محلات الإنترنت دخل إليها يقولون له أن سكانر تالف لديهم. لذلك قمنا بمشاركة هذا الدرس أو قمنا بشرح هذه الحلقة. أتمنى من كل قلبي أن تكون هذه الحلقة قد أفادتكم ولو بشكل قليل. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. أتمنى من كل قلبي أن تشترك في القناة، أن تدعمني بالضغط على زر لايك، كومنت تحفيزي. سلام.